السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا اصدقائي؟ عاملين ايه؟ النهاردة هنشرح مع بعض درس رياضيات اسمه مكونات العدد 10. طبعا يا اصدقائي كلنا عارفين رقم 10 بيتكتب ازاي. بيتكتب 1 وجنبيه 0 على اليمين، اسمه 10. من خلال درسنا النهاردة يا أصدقائي هنعرف مع بعض الأعداد المكونة لرقم 10، يعني العدد كام زائد كام يديني 10. نبدأ مع بعض، لاحظ ثم أكمل. 1 زائد نقط بيساوي 10. أنا يا أصدقائي عندي 10 وردات، أول وردة، تاني وردة، تالت، الرابع، الخامسة، الستة، السبعة، التامنة، التاسعة، العشرة. أنا يا أصدقائي كده عندي 10 وردات. عايزة يا أصدقائي لو أنا حذفت منهم وردة يتبقى كام؟ 9. طب يا أصدقائي 1 زائد 9 يدي كام؟ 10. يبقى 1 زائد 9 بيديني 10. يبقى الواحد دوت يا اصدقائي اللي هي الوردة اللي انا حذفتها، زائد 9 المتبقيين يبقى يديني 10 وردات. طب يا اصدقائي لو انا حذفت 5 وردات، اهي يا اصدقائي لو حذفت 5 زائد كام يديني 10؟ الاول يا اصدقائي احط العشر وردات بتوعي، اول وردة، تاني وردة، تالتة، الرابعة، خمسة، ستة، سبعة، تمنة، تسعة، عشر. لو شلت منهم 5، يلا نشيل مع بعض، 1 2 3 4 5. انا كده كام؟ شلت 5 وردات. يبقى كام يا اصدقائي؟ يبقى 5 زائد الوردات اللي متبقيين دول هيدوني 10. طب يلا نعد الوردات دول، 1 2 3 4 5. يبقى 5 زائد 5 10. ممتاز جدا يا اصدقائي. طب يا اصدقائي لو حذفنا منهم 8 وردات من العشر وردات بتوعنا، الاول نحط العشر وردات. يلا بقى يا اصدقائي نحذف 8 وردات، 1 2 3 4 5 6 7 8. اتبقى لي كام يا اصدقائي؟ 2 وردتين. يبقى 8 زائد كام بيديني 10 يا اصدقائي؟ شاطرين، 8 زائد 2. دلوقتي بقى يا اصدقائي وصلنا لميعاد مسابقة الديك النشيط، كله يجهز نفسه ويستعد. هيا بنا الى الاسئلة. اكمل الرسم ثم اكتب العدد الناقص. عندنا يا اصدقائي المربع بتاعنا بيقول لي ان هو مفروض يبقى فيه 10 حاجات. تعالوا بقى يا اصدقائي نشوف هو فيه كام وناقص كام على العشر. في 1، في نجوم، اول نجمة، تاني نجمة، تالت نجمة، رابع نجمة، خامس نجمة، سادس نجم. مربعنا يا اصدقائي فيه 6 نجوم. طب هما كده 10؟ لا هما مش كده 10. يبقى ناقص كام على العشرة؟ كله يقول كده يا اصدقائي ناقص كام؟ ممتاز ممتاز ممتاز، فعلا يا اصدقائي ناقص 4 نجوم. يلا نكملهم مع بعض، عندنا 6 يبقى 7 8 9 10. شاطرين يا اصدقائي. احنا عملنا ايه بقى يا اصدقائي؟ 6 زائد كام يديني 10؟ 6 زائد 4.
الرسمة التانية يا أصدقائي برضو المربع بيقول ان هو هيبقى فيه 10 نجوم. تعالوا يا أصدقائي نشوف هو فيه كم نجمة وباقي كم على العشر. في 1 2. نلاحظ يا أصدقائي ان المربع بتاعنا فيه نجمتين. كله يركز بقى ويجاوب دلوقتي ويقول لي فاضل كام نجمة عشان نكمل ال10 نجوم. كله يقول يلا يا أصدقائي. ممتاز، أنا سمعكم بتقولوا إن هيبقى فاضل 8 نجوم. أهو شوف إجابتكم صح ولا لأ. 2 3 4 5 6 7 8 9 10. يلا نعد النجوم اللي احنا زودناها. 1 2 3 4 5 6 7 8. يبقى فعلا يا اصدقائي انتم مبدعين جدا، فعلا في 8 نجوم ناقصين على ال10 نجوم. يبقى احنا عملنا ايه كده يا اصدقائي؟ 2 اللي هما النجمتين الاخضره اللي عندنا زائد كام اللي انتوا قلتوها؟ 8. 2 زائد 8 بيساوي 10. ممتاز 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 جدا يا اصدقائي. سقفة كبيرة ليكم يا اصدقائي، انت مبدع. وبكده يا اصدقائي الحلوين نكون انتهينا من شرح درسنا النهاردة، مع الوعد بدروس اخرى ان شاء الله، مع نفهم نتعلم ببساطة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.